علي عرفتك من دقتك. صباح النور ابو شكيب. وينه؟ مينو؟ فرج حرب. ضحكتيني. وين بده يهرب؟ اه بجيبه لو كان على المريخ. شوفي شوفي شو هالطشة. اهلين ابو شكيب. اهلين ابو شكيب. واحد غيرك لازم ينط من الشباك، لازم تجيك جلطة. على القليل استحي وقت بتشوفني. مو اهلين ابو شكيب. لشو عامل انا؟ عم تتجاهل لك فرج. هلا مرتك كانت عم تقول هرب، يعني كان في محاولة للهروب بس فشلت لاني حضرت بالوقت المناسب. ولي انا هربت وليه؟ انا هربت؟ ما بعرف. سألني عنك شو بدي اقول له؟ قلت له هربت. هلا اذا جاي يسأل عني بيكون جاي يتقصدني؟ بالعكس تمام، ابو شكيب صديقي، ممكن يجي لعندي مشان يشرب فنجان قهوة. روحي اعملي لنا قهوة، روحي. لا لك روحي تعملي لنا قهوة ولا جاي اشرب عندك قهوة. هلا قهوتك بسقيك اياها بالمخفر. امشي معي لشوف. يلا. طيب ممكن اعرف شو عامل انا؟ شروع، شروع بالقتل. نعم شروع بالقتل؟ طب على اي اساس متهميني؟ آية؟ آية. رغم اني غير ملزم جاوبك، بس معلش راح افتح وراءك. اولا حضرتك شهدت في موقع الجريمة، ثانيا المغدورة عم تقول عن حضرتك وهي في حالة غيبوبة. الله لا يوفقك يا فرج، هذه مسحة. لك وبعدين معقول مسحة بآلة حادة وعلى الراس وبتعرف انه سلاح بايدك بيجرح؟ شوف ابو شكيب، انا لا حدا بيمزح معي ولا بمزح مع حدا غير مرتي. بقى شو هالتبلي؟ المقدورة ما معقولة تكذب وهي في حالة غيبوبة. ان شاء الله بيطق لي عرق، ان شاء الله بينزل طولي بيصير متر واحد اذا عم بكذب عليك يا ابو شكيب. مين هي المقدورة بعدين؟ زهر البان. زهر البان. مين هي زهر البان؟ ام جديع. شبنا فراج. ام جديع. ام سمعان انا بهالاسم. ام جديع. خطيبة جدي. ليش لحتى اقتلها؟ ليش لحتى تقتلها؟ لانها خطيبة جدك. ممكن تقتلها يعني مشان جدك ما يشركها بالورتة. هلا جدي بده يشركها بالورتة؟ بعدين اي ورتة هي اللي بدي اورتها؟ جدي ما حيلته غير شرواله، وحتى شرواله شلحه عند المختار. ما بعرف، ما بيخصني. المهم كل القرائن اللي عندي بتدل على اني حضرتك متهم، لذلك لازم دكك بالسجن على ذمة التحقيق ولازم استجوبك. لك ابو شكيب استجوبني قد ما بدك، بس ما تنهنهني وتقول لي اعترف. انا من هلا عم اقول لك، من اول خيزراني مثل العاده رح اعترف بشي ماني عامله. فرج كم مره صرت حاططك عندي؟ في شي مره لمستك، نكشتك، دفشتك؟ لا، بس شي مره عمل لك طلي لجوا على المخفر، لجوا بالصدر. شوف الشباب عندك شلون ما بيقصروا. بدي قوم بلا كثره حكي، قوم امشي قدامي يلا. بس بدي احكي مع مرتي كلمه واحده. كلمتين واحده. ماشي واحده. يلا خلصني. وينك؟ انا نسيان شبريتي ببيت ام جديع واسمي محفور عليها، كنت عم حزز لها بطيخه، بقى بتجيبوها احسن ما تصير دليل ضدي، فهمانه؟ يلا خلصني. يلا باي باي. لا تلمس، روح لحالي. ايدك عني، ايدك عني، روح لحالي. لا تلمس. طوف باي باي. خلص جميل شباك، مين شو خايف؟ كيف بده ياخذوا يحقق معه، ياخذوا يحقق معه بالمخفر، ضروري يفتح معه التحقيق هون بالصالون. قوم شوف شو القصه هون. انا هلا بتبلاني. ليش شو عامل انت لحتى يتبلى؟ يا عمي شوفي شوفي مين كان في عنا نحنا. ماما يعني انتي ما بتعرفي انه ابو شكيب من دقته؟ تعرفي؟ لا تعملي حالك ما بتعرفي. اي ابو شكيب كان في ديارنا، يعني يا مرحبا يا مرحبا. نورو طفى على الكهرباء. ماما يعني تفاجأتي؟ تفاجأت انا لك ما تفاجأت. تعرفيني انتي على طول مدهوشة وبتفاجأ. ماما شوفي شوفي نحن ما عنا علم باللي عم يصيره. ابو شكيب ابو شكيب ابو شكيب شو بده؟ ليش ابو شكيب كان هون؟ ليش ما بتعرفوا يبعث لحمه؟ طبعا كان هون، انتم مو شاطرين غير تتخبوا. لو انت هلا كنت بالسجن كان صار فرج عند اللحام. لك شو دخلت سيره ابو شكيب بسيره اللحام؟ دخل لانه فرج كان راح اشترى له للاستاذ جميل كباب مشان ما يجوع بالسجن. هلا هاي المشكله. الو لحام؟ انت اللحام ولا لحام بعت لنا كيلين كباب على السجن؟ ها انحلت المشكله.
بس بقى كوسار خلصنا فردية هي وصلوا على كمان بعدين بكره بوكل لمحامي. ايه بتعرف جميل يا ريتك وصيت لنا على كيلو صفيحه ما حدا له نفس يطبخ اليوم ما لك هلا قبل ما نوكل له محامي وناكل صفيحه خلينا نعرف بالاول هذا فرج المقوص ضاربها لام جديع خطيبته لجده ولا لا. ايه مرت عمي شلون عرفتي انه فرج ضاربها لخطيبه جده زهر البان ام جديع؟ فهمنا ابو سينا كانت مثل نوافه ورا الباب وسمعت كل شيء. ماما بسم الله الرحمن الرحيم. شو بك شو بك شو بك هالهنا ليش خفتي؟ ليش كفايت علي مثل شمقرين الساحرة؟ ليش مثل شمقرين؟ شو بدك؟ ماما جميل تأخر لسه هلا ما اجا. تجيك مجية انت وياه الصبح بيجي يا بيكون معه عاملين له منساف يا بتكون معطلة السيارة معه. وبلكي عامل حادث بالسيارة؟ حادث بالسيارة؟ ولي لك ليه؟ وغوشتيني وهيومي لشوف تعالي شو بتعملي؟ بدي شوف ابو كيروز لشوفني شو القصة ببعته على ام الطنافس تعالي الحقيني. لك حافية لك مقوصة كم مرة نبهت عليكي ما تمشي حافية ابتم مغصي بجعك بطنك روحي غسلي. ابو كيروز وديني مين يا ام شمري؟ لا انا امه انا مرت اخوه. لك شوفي يلا شو صاير. الله يرضى عليك ابو كيروس تركب تاكسي وبتروح لي على ضيعه ام الطنافس بتشوف لي شو قصه جميله وبترجع. هلا مو محرزه ساعتين ثلاثه بيطلع الضو بروح بين هوب هوب محرزه ادفع تاكسي يلا ولا روح لام الطنافس. انا بتقول لك جميل لهلا ما رجع بلكي كان صاير معه شيء. شلون مو محرزه؟ انا ما صدقت انت يصير شيء حتى اقعد تحت الكونتش. ابو كيروس الك ولا لدي؟ لا الي ولا لدي؟ بيت وفيت على بيتكم. لا 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 يا مدام معقول انا اترككم انتم بهالحاله هي؟ لا لا تعمل لي عنتر بني عبس قوم. يعني بدك يعني انزل على الدرج وروح نيفا؟ خليك هون تعالوا. هي وين طاحش ورانا؟ لكان لا تطفوا لي الكونديشن. ما لح نطفي البطيخين. ابوك يا الكونديشن ما احلاك.
شوفي ولي، إذا بتختخ جوزك بالحبس ما بقى أطلع على أم الطنافيس. جميل، بتفهمني القصة بالتفصيل المميت مشان أعرف شو اللي صار. أمي، ما لحقت لسه أقول له أم جديع، راح متنخي أبوشي وناقفني بالعكازة بين عيوني. جميل، يا لقامتي عليك يا جميل، يبليك تكسر عكازتك يا جدو يا فرش، يفهم ليش عمل معك هيك؟ قال لي عم تحكي على خطيبتي يا كل. تفهموا القصة كنت برواق. لك أنا رواق أمي، أنا رواق، ما عاد أعرف من وين بدي رد له عكاكيزه. وما في حدا من الشباب يردوا عنك؟ بلا، سمعت واحد عم يقول له مش في العكوزة يا جدي، ارتحت، درت مشي بدي أقول له كتر خيرك، لقيته عم يناوله شلف حديد. أكيد تهرب ماما، ما بتعرف تهرب؟ بعرفك شاطر بالهريبك الغزالي. هربت، تربيتك أنا أمي، أصلاً لو ما هربت كنت لقيتيني قاعد هون قدام مدامتي. طلعت مثل شريط بدي اركب سيارتي ما لحقت، لقيت مكرو متوجه على الشام عم شقت فيه. يخرب بيتهم شلون قدروا يلحقوا؟ استاجروا مكرو خصوصي مشان هالعمليه، وطول الطريق عم يغنوا ويزلغطوا ويولولوا ويصيحوا ان هلهلتي هلهلنا لك صفينا البارود قوم عليك. شو يقولوا؟ قوم عليك قوم عليك، والله رحمني الله رحمني بنشر المكرو تبعهم بنشر، ولو ما بنشر كانوا مسكوني، بس ما مسكوني. هلا لحقوا يركبوا دولاب ثاني ويطروا وراك ويلحقوك ليك الثاني ليك. لا امي لا، كملوا على الجنط والنار عم تقدح من قفاهن قدح، لكن انا ليش ارتعبت مرتي؟ جيبي لي طاسه الرعبه.